أصوات رئيسية أيضا تعتبر مع هذه الأصايل ومع هذه السبق المعروفات في هذا العالم الساحر. الكل يعرف هذه الأسماء الحاضرة في هذا الصباح. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. شوط موفق بإذن الله تعالى مع هذه الانطلاقة الثالثة ضمن الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم، يوم الكبار، يوم قبل الختام. ويسرني في هذه اللحظات أن أنقل المايكروفون لأخي وزميلي المميز محمد بن عايد الصواط العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وانطلاقات ومنافسات ضمن هذه الأشواط المفتوحة وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة الحاضرة في منافسات سن الكبار. تابعنا الأشواط الرئيسية وتابعنا زيارة من انتزعت أول الأشواط، الشوط الخاص بالحيل. نهني هجن الشحانية والثانية للذهبي سالم بن فاران المري وأتل بصير لينتزع أول أشواط الزمول. نهني هجن الشحانية والثانية للشبر جابر بن سالم بن فاران. على بركة الله مشاهدين الكرام، متابعينا، ينطلق ثالث أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالحيل. نتابع هذه الانطلاقة وهذه المسيرة ونبدأ بالبداية لنتابع كود هناك على الصدارة على المقدمة، كود لهجن الشحانية في متابعة وتضمير سالم بن فاران المري من تنطلق على البداية والصدارة. بينما أتابع ثاني المراكز مشاهدين الكرام في هذه اللحظات، أتابع التقدم مشاهدين الكرام من الجانب الآخر. وصلت العجلة تنطلق مشاهدين الكرام لتغير إلى البداية والصدارة في هذه اللحظات لهجن الشحانية في متابعة وتضمير محمد بن خالد العطية المنطلقة على الصدارة في هذه اللحظات. بينما أتابع القادمة مشاهدين الكرام من تنطلق في هذه اللحظات، وصول من غزلان لهجن الشحانية. هنا غزلان أيضا متقدمة مع ثالث المراكز، يتابعها سالم بن فاران المري. بينما أتابع رابع الأسماء، هنا تتقدم صيادة لهجن الشحانية والقيادة لدى الشبل جابر بن سالم بن فاران. وخامس الأسماء، هنا الاسم القادم والمتدخل، وصلت مسيرة وبها أختم هذا النداء الأول، مسيرة لهجن الشحانية ويضمرها سالم بن فاران المري. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لهذه الأسماء، لهذه التحديات والانطلاق والتحدي. نتابعه هنا على أرضية ميدان الشحانية كما تتابعون مشاهدينا الكرام عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس. ويوم ما قبل الختام، يوم ما قبل أيضا الأشواط السيوف والخناجر، الأشواط الرئيسية في يوم الغد، الكل يتابع أيضا هذه الأشواط. منافسات سوف تدور رحاها هنا على أرضية هذا الميدان. أعود هناك لأتابع البداية، أتابع تحديات هذا الشوط. العجلة وهي عجلة وهي تحمل الرقم واحد هناك على البداية والصدارة لهجن الشحانية، يتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية، تقود أيضا هذه المسيرة، تنتبع العجلة في الصدارة. بينما أتابع ثاني المراكز، وصلت كود لهجن الشحانية متواجدة مع ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. كود أيضا والمتابعة لدى سالم بن فاران المري. ولكن شوف القادمة، شوف أيضا التقدم، وصلت فن، وأول نداء لفن المتقدمة في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. شوف الأسماء التي بدأت بالاقتراب مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. هناك رابعا أتابع من الجانب الآخر،
الوصول من مسيرة لهجن الشحانية تتقدم من الجانب الآخر، يتابعها في التدبير سالم بن فاران المري بينما خامس المراكز. أتابع ميزة لهجن الشحانية والمتابعة والتضمير لدى سالم بن فاران المري المتقدمة مع خامس المراكز مشاهدين الكرام، ولكن أسماء هناك أسماء انتظروها أيضا في الكيلومتر الأخير، ضمن هذه الأسماء اللامعة والمميزة وتدخل في هذه اللحظات من صيادة من تتقدم إلى خامس المراكز لهجن الشحانية. أيضا الشبل يراقب الموقف ويقدم أيضا أسمائه المميزة هنا بهذا الشعار الأدعم، يقدم صيادة هنا إلى خامس المراكز وبدورها إلى رابع المراكز، ولكن أرى أسماء هناك أسماء قادمة مشاهدينا الكرام، ولكن العودة مع العجلة وفي عجلة من أمرها هناك على البداية والصدارة لهجن الشحانية. الله الله يا العجلة واندفاعها المميز. هنا نتابعها من خلال الكادر الأعلى لقناة الريان مشاهدينا الكرام بقيادة ومتابعة محمد بن خالد العطية مع انتصاف المسافة مشاهدينا الكرام. نتابع أيضا كود أيضا تصل مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، ويتابع سالم بن فاران المري، وهنا أيضا فن بأدائها وانطلاقها المميزة القادمة مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، والتضمير والمتابعة لدى محمد بن خالد العطية، وتتقدم صيادة اسم أيضا قوي ولامع القادمة في هذه اللحظات هناك مع رابع المراكز لهجن الشحانية، ويتابعها بالتضمير سالم بن فاران المري، وخامس الأسماء هناك مشاهدينا الكرام في مسيرة العطاء في مسيرة الإنجازات والانطلاق، هناك مسيرة قادمة على خامس المراكز لهجن الشحانية، والمتابعة والتضمير هناك مع سالم بن فاران المري، ولكن أسماء بدأت بالاقتراب ونحن كذلك بدأنا بالاقتراب، نتابع هذه الأسماء القادمة والمنطلقة مشاهدينا الكرام. تابع وركز أيضا الانطلاق هناك على البداية، حذرتكم من صيادة وهي تجاوز وتنطلق إلى الصدارة في هذه اللحظات، صيادة لهجن الشحانية مشاهدينا الكرام على أول المراكز بمتابعة وتضمير جابر بن سالم بن فاران، يقدم صيادة هنا على البداية والصدارة. الله على هذا الأداء والاندفاع الممتاز، هنا تتابعونه مع صياد على البداية، ولكن العجلة هنا مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بهذا الشعار الأدعم بمتابعة محمد بن خالد العطية، يقدم العجلة ويقدم أيضا فن هنا مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، ومن الجانب الآخر أتابع كود لهجن الشحانية مشاهدين الكرام بمتابعة وتضمير سالم بن فاران المري. الله يا الأسماء والتواجد من هؤلاء المضمرين العمالقة هنا من خلال أيضا المقدمة والصدارة، ولكن اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، وصلت غزة القادمة مع خامس المراكز لهجن الشحانية، يقدمها سالم بن فاران المري، بدأت تغزو أيضا الصدارة، بدأت أيضا تنطلق هنا مشاهدينا الكرام لتقترب من المراكز الأولى، غزة هنا أيضا قادمة والأسماء قادمة في هذه اللحظات، هناك أيضا جدوى لهجن الشحانية قادمة، الأسماء مشاهدينا الكرام المتقدمة وأيضا مسيرة لهجن الشحانية، الكل قادم في هذه اللحظات، ولكن الأمور ما زالت على الصدارة هنا بقيادة مشاهدينا الكرام بقيادة صيادة على الصدارة. الله ركز وتابع أيضا هذا الانطلاق، هنا الشبل أيضا يقدمها
سالم بن فران المري بهذا الشعار المميز، الشعار العنابي والابيض، شعار هجن الشحانيه. الله الله الله، هنا العجله ايضا، العجله تراقب الموقف، المنطلقه مع ثاني المراكز لهجن الشحانيه، ووصول ايضا من فن لهجن الشحانيه بقياده المشاغب محمد بن خالد العطيه. اسم قادم هنا، وصلت الشحانيه، وصلت الشحانيه لهجن الشحانيه، وايضا بمتابعه محمد بن خالد العطيه، ومسيره هناك من الجانب الاخر تقود ايضا المسيره القادمه من الجانب الاخر لهجن الشحانيه. وصلت جدوى، جدوى ايضا لهجن الشحانيه. الاسماء بدات بالاقتراب مشاهدينا الكرام، الهجوم الاخير هناك نحو الصداره، وكود، كود ايضا تعود هنا مع خامس المراكز. الله 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 الى الاسماء، ولكن الصداره هناك مع صياده، صياده على الصداره لهجن الشحانيه بمتابعه الشبل جابر بن سالم بن فران. وهنا اتابع فن، فن بادائها وانطلاقها، هنا قادمه مع ثاني المراكز لهجن الشحانيه بمتابعه وقياده محمد بن خالد العطيه. غزه، غزه، وهناك اتابع مسيره ايضا، مسيره بدات بالاقتراب لهجن الشحانيه. الله 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 الله، شوف القادم هنا مع الكيلومتر الاخير. الله، مسيره، مسيره قادمه مع ثالث المراكز لهجن الشحانيه. وهنا اتابع غزه لهجن الشحانيه مع رابع المراكز. من الجانب الاخر جدوى لهجن الشحانيه. والله الانطلاق والتحدي الاخير، صياده، صياده تريد ان تقتنص هذا الشوط. هناك صياده على الصداره، صياده لهجن الشحانيه بمتابعه وقياده جابر بن سالم بن فران. ولكن الخطوره، الخطوره ما زالت قائمه من فن هنا القادمه والمنطلقه مع ثاني المراكز. الله الله، فن، ويتابعها المشاغب محمد بن خالد العطيه. وصل الذهبي يقدم غزه هنا مع ثالث المراكز، ولكن الامور مع الحزام الاخضر مع فن، فن في ادائها ورقصها. ولكن الله، العطيه ايضا قادم هناك يقدم لنا الشحانيه مع ثاني المراكز. مشكور يا المشاغب ايضا من يحضر، ولكن عادت، عادت صياده، عادت صياده هناك مع اللحظات الاخيره. فن على الصداره، فن هنا مع اللحظات المميزه والمثيره. الله لهجن الشحانيه، يتابع المشاغب، حافظ على هذا التقدم، حافظ على هذا الاداء. فن، فن، فن هنا مع الصدارة، مع المئة متر الأخيرة، خط النهاية مع فن، فن تنتزع ناموسي هذا الشوط، ويؤكد أيضا هنا مع الشحانية. مشكور يا المشاغب هنا مع لحظات الوصول، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع فن ناموسي هذا الشوط. ووصل في ثاني المراكز كان الوصول من الشحانية أيضا لهجن الشحانية، والصيادة ثالثا لهجن الشحانية، غزة رابعا لهجن الشحانية، وخامس المراكز وصلت مسيرة لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وأيضا الثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية، من قدم لنا فن في هذا الشوط واستطاعت أن تنتزع ناموس نتابعها من خلال الإعادة والتوقيت الزمني. 12 دقيقة 28 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ثاني المراكز، وصلت الشحانية ب 12 دقيقة 28 ثانية، 51 جزء من الثانية. نهني هجن الشحانية، والثانية أيضا لمحمد بن خالد العطية. صيادة أتت ثالثا ب 12 دقيقة 28 ثانية، 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية لجابر بن سالم بن فاران. تهانينا.